ان شاء الله هنكمل النهارده. اهم موضوع هنكمل عليه النهارده هو موضوع النتورك، وعايز اديكوا هنت كده على اكتر الخوازيق اللي بتقابلك كسيستم ادمن بالنسبه للنتورك. ماشي كده؟ طيب تعالى كده نبدا نتكلم في سيناريوهات بسيطه جدا، وبعد كده نطور الموضوع شويه، يعني ناخدها تدريجيا واحده بواحده. اول حاجه عندك ان انت ترابل شوت. اول حاجه لما تيجي ترابل شوت خليك كده منطقي في الترابل شوتينج. يعني ايه منطقي في الترابل شوتينج؟ تعال كده نتكلم كستبس ايه اللي المفروض تعمله لما في حد يقول لك الحقني يا سيستم يا ادمن، في عندنا مشكله في النتورك، احنا مثلا مش عارفين نكونكت السيرفر، النتورك بتاعته مش شغاله، السيرفر شغال بس مش قادرين ناكس النتورك بتاعته. دي معظم الشكاوي اللي بتجيلك على طول. فتعالى كده يعني انا عايزك بس تكون منهجي في التفكير شويه، ولما تيجي تمشي تمشي ببلان محدده يعني. تمام؟ اول حاجه عندك لما تيجي تمشي ببلان، اول حاجه لازم تتشيك الاول الفيزيكال كونكتيفيتي. يعني ايه تتشيك الفيزيكال كونكتيفيتي؟ يعني بص، ممكن يكون عندك سيرفر بس الكابل بتاعه كده متزحزح شويه، او عندك مكنه والكابل بتاعها مخلوع شويه، الار جي اللي موجود في المكنه ورا، ها الار جي كان مشدود قوي، فاللي حصل ان الكابل بقى لوس شويه. فاول حاجه لازم تشيك الفيزيكال كونكتيفيتي. عشان تشيك الفيزيكال كونكتيفيتي، هل الكابل ده او هل اللينك بتاعك ده واصل للسويتش مظبوط ولا لا؟ والله عندك اكتر من تول، عندك اكتر من تول، اشهرهم احنا قلنا عليهم قبل كده اللي هما مين؟ الماي تول، فاكر ماي داش تول اهي، وتدي له اسم الانترفيس. الانترفيس اصلا اللي كانت عندي بالمناسبه قبل اي حاجه كمان، لو انت عملت كده اي اف كونفج هيعرض لك الانترفيسز اللي موجوده عندك. اي اف كونفج هيعرض لك الانترفيسز اللي موجوده عندك. طيب عايز اقول لك حاجه بس، ان اي اف كونفج بيعرض لك النون داون انترفيسز. يعني ايه؟ يعني لو عندك انترفيس وحد عامل له ديسيبل، واحد مخليه داون ها بشكل اكسبليسيت كده، اي اف كونفج مش هتعرض لك الانترفيس ده. يعني معنى كده ممكن يكون عندك سيرفر، السيرفر ده فيه 4 كروت، كان في سيستم ادمن موجود قبلك في الشركه عمل ديسيبل لتلاتة وساب واحد، لو جيت عملت اي اف كونفج مش هيعرض الاربعه، هيعرض لك اللي اكتف فيهم بس. طب انت عايز تكونكت مع التاني ولا التالت ولا الرابع، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ انا عايز اعرض كل الكروت اللي موجوده عندي، ساعتها استخدم اي اف كونفج داش اي. ايه معناها اول؟ خلاص خليك فاكر الحكايه دي، خليك فاكر الحكايه دي. ها ده رقم واحد، لما تيجي تشوف الاول قبل ما هتتشكل فيزيكال كونكتيفيتي كمان، شوف الانترفيس بتاعك نفسه ظاهر ولا لا. ما يمكن اصلا الكارت نفسه بتاع الانترفيس دون، لو عندك يعني لو عندك جهاز بي سي مثلا وبتتشكل الكونكتيفيتي بتاعته، ممكن يكون الكارت ده اصلا باظ، الكارت في البي سي اي مخلوع. عارف البي سي اي اللي هو ال اقول لك ايه، السلوت بتاع المذر بورد نفسها. انا شفت بعيني قبل كده، شفتها بمره، دي مش شفتها، دي حصلت معايا. كان في البيت، كان عندي، كنت جايب كارت تاني، كان في عندي كارت بيلت ان، وكنت جايب كارت تاني كده صغير بجرب عليه، يعني كانت المكنه بتاعتي كنت جايب لها كارتين، فالكارت كنت موصله كده كان واصل في الـ في الـ في, الـ في البي سي اي، وهوب من البورده، مش البورده، الكيسه كلها كانت مشدوده، فالكارت اتخلع من ورا، فضل بس كده متعلق، يعني شفت زي ما تكون شبه متعلق في الهواء، يعني هو باين قدامك من بره ان هو واصل بس خلاص شبه مخلوع. فاجي اعمل تشيك ماي تول يقول لي مش شغال، يعني النيلة اشيل الكابل اغيره واحط كابل تاني وابقى متاكد ان الكابل مظبوط، برضه يقول لي مش شغال، لحد ما فين وفين جيت اعمل اي اف كونفج، لقيت اي اف كونفج مش مطلع لي اي حاجه،
طب عيف كونفيج داش ايه كمان مش مطلع لي اي حاجه. ساعتها يعني شكيت، قال لا ده الكارت ده اصلا مش ظاهر على المكنه، ده الكارت ده مش ظاهر على المكنه. ده معناه ايه؟ ان حاجه من اتنين، يا اما الكارت الدرايفر بتاعه مش كومباتبل مع المكنه بتاعتك دي، او انت محتاج تجيب الدرايفر وتعمل له انستول. وطبعا ده سيناريو يعني عايز اقول لك ان النهارده يعني شبه انقرض، شبه انقرض، مش شبه، هو فعلا انقرض، لان تقريبا كل الكروت اصلا بتتعرف بشكل اوتوماتيك، مش محتاج تجيب اي تعريفات ولا اي حاجه. طبعا مش من النهارده، من زمان اساسا الكلام ده، من سنين يعني. يا اما الكارت نفسه باظ، الكارت مش شغال اساسا، خلاص الكارت اتحرق، فساعتها لازم تغير الكارت نفسه. فانت قبل ما تترابل شوت اصلا، قبل ما تشوف اي حاجه، شوف المكنه بتاعتك شايفه الكارت ولا لا. طيب لو انت عايز تعرف كمان المكنه شايفه الكارت ولا لا، في عندك امر كده ظريف هقول لك عليه برده كمان كام يوم، يعني انا هعيد الحكايه دي تاني، اسمه ال اس بي سي اي. وال اس بي سي اي ده هيعرض لك البي سي اي كونكتد انترفيسز عندك. خلاص كده، البي سي اي ده ال اس بي سي اي هيعرض لك الكونكتد انترفيسز عندك. وبدل ما تعذب نفسك كده ممكن تقول له ال اس بي سي اي، وممكن تعمل جريب داش اي انترفيس مثلا، انترفيس خلاص كده ماشي. طيب كلام جميل، هيعرض لك ايه؟ الكروت اللي موجوده عندك. وكنت كده بدل انترفيس كمان ممكن تدور كده على نتورك مثلا او نت. اهو بص كده ايه اللي حصل، بلاش انترفيس يا عم، دور على نت، حاجه من الاثنين دول، يا اما ده يا اما ده، يا اما ده يا اما ده. طيب لو دورت على نت كده وانترفيس، انترفيس ما ظهرليش اي حاجه، مفيش اي نتورك، طب هدور كده على نت، راح قايل لك انت عندك ايثرنت كنترولر انتل كوربريشن مش عارف جيجا بيت ايثرنت كنترولر. ها يبقى ده اول حاجه. يبقى اول خطوه في الترابل شوتنج عندك منطقيه جدا، اتاكد ان الكارت بتاعك ده موجود وشغال. خلاص. طيب الحاجه رقم اتنين، الحاجه رقم اتنين تشيك الفيزيكال كونكتيفيتي. تتشيك الفيزيكال كونكتيفيتي ازاي؟ قلت لك عندك مين يا عم؟ لما جيت عملت اي اف كونفج كده والكارت ظهر الحمد لله. الخطوه اللي بعدها اتشيك الفيزيكال كونكتيفيتي ماي تول، وبعد كده ها اي ان او واحد ستة أربعة سبعات تلاتة ستة. بص قال لك إيه؟ ها؟ إيه اللي عندك دلوقتي؟ لينك أوكي، يبقى كده تمام، يبقى كده كفيزيكلي ككابل كمان يبقى الكارت موجود وشغال تمام. الحاجة التانية ها اللينك ده واصل، لينك أوكي معناها إن الـ إن الـ الـ الكابل واصل مظبوط، والكارت ده البورت اللي واصل فيه في السويتش أب أند راننج. يعني إيه اللي واصل فيه في السويتش بقى؟ وضح يا عم، بص لي كده. السويتشات المانجد سويتشز تحديدا في الشركات بتلاقي الناس بتجيب سويتشات محترمه، مش الهب اللي موجود في البيت عندك. الهب اللي موجود في البيت ابو 50 جنيه ده ولا ابو 30 جنيه دون، ده كان اسمه لعب عيال، ده انت بتهرج كده. انما في الشركات، كلمك على الشركات المحترمه طبعا، بتكون جايبين سويتشات كده سيسكو او جونيبر او اتش بي. السويتشات دي انت ممكن تلوجن على السويتش وتقول له انا عايز البورت رقم واحد ده يكون اب، والبورت رقم اتنين ده يكون داون. طيب هتستفيد انت ايه لما يكون البورت رقم 3 واصل في السيرفر عندك هنا واصل مظبوط وشغال، وهتقول لي الكابل تمام التمام قوي، اه بس الراجل راح جاي هنا كده على الانترفيس ده وقال له انت داون. طب ما كده كان اصلا ما فيش كابل، يعني انت كابل بتكلمني الكابل واصل فيزيكلي بس كان الكابل اصلا مش واصل من اساسه، انت كده ما استفدتش حاجه. يبقى لازم تتشيك الفيزيكال كونكتيفيتي عشان تعرف، ها عشان تعرف ايه، هل المشكله ايه، هل المشكله في الكابل اللي واصل ولا ايه بالظبط، في الفيزيكال كونكتيفيتي نفسها. بكلمك على الفيزيكال لاير. خلاص كده، ها وضحت الحكايه دي. الفيزيكال لاير قلت لك عندك حل من اتنين، يا اما الكابل مش مظبوط، يا اما البورت على السويتش حد مخليه داون. ها في مشكله كده؟ ها حد عنده اي مشاكل؟ طيب لما حدش يتكلم افترض ان الدنيا تمام. طيب اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده اتاكد ان المكنه بتاعتك واخده اي بي.
اتاكد ان المكنه بتاعتك واخده اي بي. طيب كلام جميل، هتاخد اتاكد المكنه بتاعتك واخده اي بي ازاي؟ ها هتاكد المكنه بتاعتك واخده اي بي ازاي؟ يا دين النبي، عندك كميه اوامر ما شاء الله. يعني اول حاجه عندك اي اف كونفج، برضو حبيبك ده اي اف كونفج خلاص. طيب يا عم، لو انا عندي المكنه بتاعتي ها عليها وليكن اربع كروت، ولا بلاش اربع كروت، هو كارت واحد فيه اربعه بوردز، بلاش كارت واحد، كمان عندي تمانية بوردز، كارتين وكل كارت فيه اربعه بورد. طبعا بالنسبه لك انت في البيت شايف ان تمانية بورد دول كتير جدا بالنسبه للسيرفر او بالنسبه للمكنه، ده بالنسبه للسيرفرات عادي جدا، حاجه منطقيه وعاديه جدا. طيب دلوقتي هل هتشيك الموضوع ازاي دلوقتي اساسا؟ 8 دول كتير جدا، ممكن تعمل كده اي اف كونفج اهون، ممكن تعمل كده جريب مين يا عم؟ ها اي نت، جريب اي نت، شايف هيعرض لك الاي بي ادريسز بس خلاص كده ماشي. طيب الامر ده هيساعدك في ايه؟ هيساعدك لو انت عندك كارت واحد بس هو اللي كونفيجرد او كارتين، هتعرف اذا كانوا واخدين اي بي ادريسز ولا لا ماشي. وممكن تعمل حركه قاسيه كمان، لو انت بتتشيك الاي بي فيرجن 4 ممكن تقول له كده اي نت، سيب مسافه كده واعمل كده، هيجيب لك الاي بي فيرجن 4 ادريسز فقط. طب لو عايز الاي بي فيرجن 6 بقى، خليك فاكر اهو اي بي 6، ده هيعرضك الاي بي فيرجن 6 ادريسز فقط ماشي كده. ها وضحت؟ يبقى او الخطوه اللي بعد كده تشيك الاي بي المكنه بتاعتك واخده اي بي ولا لا. طيب خلي بالك لما تيجي تشيك الاي بي، الموضوع مش هيبقى مجرد ان انت المكنه بتاعتك معاها اي بي وخلاص، لا، هل الاي بي ده كمان صح ولا لا؟ هل الاي بي ده صح ولا لا؟ خلاص لا، اللون الاحمر ده مني بعمل سيرش عليه، جريب بتعمل تكست هايلايتنج، بتهايلايت التكست اللي انت بتسيرش عليه، فانا كنت بسيرش على كلمه اينت او اينت 6، فبتروح محددها لك كده باللون الاحمر، يعني ده اللي انت كنت بتدور عليها، بتعلم لك عليها بس لا اكتر ولا اقل. طيب نرجع تاني بقى، مجرد ان المكنه بتاعتك معاها اي بي مش ده كده انت كده ما خلصتش، لا لازم تتاكد ان الاي بي ده مظبوط ولا لا، يعني هل الاي بي ده فاليد في السبنت دي ولا لا؟ خلاص كده. طيب الاي بي بتاعك ده فاليد يا عم، طب هل النت ماسك بتاعتك فاليد ولا لا؟ قال لا، هي النت ماسك ممكن تفرق معايا، ايوه ممكن تفرق معاك. اديك مثال للخوازيق اللي بتحصل لدي، بص لي كده، تعالى هات كده المكنه بتاعت امبارح يا عم نشغلها وهوريك على مثال انا شفته قبل كده بنفسي راح فين اهو، وتعالى نستارت المكنه دي كده اي اف كونفج كده، الاي بي بتاع المكنه ده 192.168.101.104. طيب كلام جميل، تعالى هنا كده اي اف كونفج، مش عندي اصلا اي اف كونفج بالمناسبه، لان اي اف كونفج ده الباكج اللي بتسطبه اسمها نت تولز، الباكج دي بقى ديفولت مش تبقى انستولد عندك خلاص. طب اي بي ادرس شو كده فين؟ هل انا عندي اي بي؟ بص الاي بي اللي متاخد كام؟ ها 101.106. طب بص لي كده السيناريو ده، لو جيت اقول له كده بينج 192.168.101.106، ها شغال تمام اهو، شغال تمام. بص لي بقى كده ان ام سي ال اي كونكشن، شو انا شغال مع الكونكشن اللي اسمه هوم. طيب ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي هوم ده، قول له كده اي بي في 4
دوت ادرس خليه لي 192 168 101 دوت 104 خليته ستاتيك سلاش 32 او 255 255 255 دوت 255. لا لازم ياخد بريفكس كامل 32 اهون. وان ام سي ال اي كونكشن موديفاي هوم خلي لي كده ان ايه ممكن استخدمه هنا. خدنا الاي بي فيرجن 4 دوت ادرس ايه تاني ماشي. كونكشن دوت ميثود خليه لي اي بي في 4 دوت ميثود اسف مانيوال. حلو جدا. ان ام سي ال اي كونكشن داون هوم وان ام سي ال اي كونكشن اب هوم مره ثانيه. بص لي كده هتيجي تتشيك بقيه الاجهزه اللي في الشبكه. ها اي بي ادرس شو لقيت الاي بي حلو قوي ده زي الفل. ده هو ده الاي بي 192 168 101 106 حلو. بص كده البرودكاست بتاعك اهو. بص لي السبنت ماسك بتاعك كام. ها سلاش 24. طيب ارجع لي بقى تاني هنا كده ان ام سي ال اي من غير ان ام سي ال اي اساسا اي اف كونفج كده. بص لي كده ها يا عم معاك اي بي. بص كده بص معاه اي بي اهو. طب تعالى كده بنج على نفسك بنج كده 192 168 101 104 بيبنج على نفسه. الله. طب تعالى كده بنج لي بقى على 106 وشوف ايه الخازوق اللي هيحصل دلوقتي. بص ايه اللي حصل. ايه يا عم ده، ده انت عمال تقولي ده معاه اي بي اهو. وفعلا هو معاه اي بي، ما قلتلكش مش معاه اي بي. بص لي كده اهو معاه اي بي. طب ما ده معاه اي بي برضه شبهه قوي. بص لي الغلطه فين يا معلم. بص الغلطه فين. النت ماسك بتاعتك، شايف النت ماسك دي؟ النت ماسك دي اللي هي 32 4 255. عارف 4 255 معناها ايه؟ 4 255 دي معناها ايه؟ او سلاش 32 معناها ايه؟ بكل بساطه فاكر لما كنت بقول لك السبنت ماسك اللي هو 255 دوت 255 دوت 255 دوت 0 ده كان فيه كام، كان فيه كام هوست عندك في الشبكه؟ كنت بقول لك احسب لي الاي بي فيرجن 4 كله 32 بت. ده خد اقصى قمه من هنا. دول اصلا 205 من 0 255 دول 8 8 8 يبقى دول 24. معنى كده ان القيمه الاخيره دي ها بكام؟ هي هو كله 32، انت عندك 24 منهم ثابتين، يبقى القيمه الاخيره دي بكام؟ ب 8 صح؟ يعني انت عندك كام هوست في الشبكه دي؟ 2 اس 8 عندك 256 اي بي فاليد اللي هم من كام لكام؟ من 0 ل 255. طيب بص لي بقى لما جيت عملت سبنت بالمنظر ده 255 255 255 255 ايه اللي حصل؟ ده كله كده ال 8 بت متاخدين واللي بعدهم متاخدين واللي بعدهم متاخدين واللي بعدهم متاخدين كلهم، يبقى كلهم 32 بت استخدمتهم. 32 من اصل 32 فاضل لك كام بت؟ ها 32 ناقص 32 كام؟ صفر صح. 2 اس 0 بكام؟ 2 اس 0 اي حاجه اس 0 بواحد صح فاكر. معنى كده ان السبنت، ان السبنت اللي هي 4 255 دي او سلاش 32 زي ما احنا كتبناها من شويه دي معناها ان في عندك هوست واحد بس في السبنت دي. بمعنى تاني لو انت عملت المكنه دي او لو انت عملت اي مكنه بالاي بي اللي السبنت ماسك بتاعته 4 255 او سلاش 32 مش هيقدر يشوف اي مكنه تانية حتى لو انت موصلهم كده ببعض باك تو باك. وصلت؟
يبقى الغلطة عندك هنا كانت في مين يا عم؟ ها؟ الغلطة كانت في مين؟ ها؟ في النت ماسك. طيب والله يا سيدي حلو جدا. من الطرق الممتازة جدا اللي تعرف فيها الغلطة فين بالظبط، من الطرق اللي ممتازة جدا تعرف فيها الغلطة فين بالظبط كانت ايه؟ ها؟ راوت. الأمر اللي اسمه راوت ده بيعرض لك الراوتينج تيبل، وراوت داش ان بيعرضه بشكل نيوميريك عندك اهو. راوت داش ان بيعرض لك الراوتينج تيبل بتاعك، بص كده. ها، قال لك الديستنيشن بتاعتك 192.168.101.104. بص كده النت ماسك بتاعتك ايه؟ ها، 4255. هي دي الغلطه هنا. بقول لك هيطلع من انهي انترفيس، هيستخدم انهي انترفيس عشان يطلع للشبكه دي؟ هيطلع الانترفيس ده. طب ما هو لو 4255 هيطلع اصلا بره الانترفيس ليه اساسا؟ ده 4255 ده انا بقول للهوست مفيش الا انت بس في الشبكه دي، مفيش الا انت بس في الشبكه دي. فده ده 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 خازوق. ممكن تستخدم راوت داش ان عشان ايه؟ ها، عشان تحل او عشان تعرف المشكله دي. طيب كلام جميل. هو اصلا بس عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه، لو انت عملت كده، لو جيت تعمل بنج على اي انت، لو انت متاكد الانترفيس شغال والانترفيس اب، لو استخدمت ماي تول او اث تول، لو انت فاكر اث تول من يومين، وجيت لقيت الانترفيس اب اساسا وجيت تعمل بنج وقال لك نتورك ان ريتشابل، ساعتها فكر دايما في النت ماسك. اول ما يقول لك النتورك از ان ريتشابل وانت متاكد ان الانترفيس اب، والانترفيس اب معاه ها معاه اي بي، اعرف ان في عندك مشكله في النت ماسك، خلاص بدون نقاش، حاجه بديهيه جدا، خلاص كده. طيب يبقى ساعتها ممكن ترجع بقى ايه، تعدل النت ماسك ده كده، ده المفروض يتعدل يبقى سلاش 24، وبعد كده ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي، بلاش موديفاي كونكشن اب هوم، وان ام سي ال اي كونكشن داون هوم هوم اهو. خلاص لو جيت تعمل راوت داش ان مره تانيه، بص لي ايه اللي حصل. شفت؟ شفت الوضع اختلف دلوقتي ازاي؟ دلوقتي بص 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 اهو، اي اف كونفج كده، ان ام سي ال اي كونكشن اب لهوم ده يا عم، راوت داش ان اهو. المره اللي فاتت الكونكشن ما جاش اب، الكونكشن ما بقاش اب. بص لي كده المره دي 192.168.101.0، بص كده النت ماسك ايه اللي حصل له، اتحول لكام؟ ها، سلاش 24 اهو. المره دي لو جيت بينج خلاص بقى هيشتغل معاك 100%، مفيش كلام، تمام كده. ها، وضحت؟ بص يا محمد، اي ديفايس في الدنيا ايا كانت طالما هي بتسبورت الاي بي بروتوكولز لازم هيكون عليها راوتنج تيبل. اوعى تكون فاهم ان الراوتنج تيبل ده بيكون على الراوترات بس، الراوتنج تيبل ده مش موجود على الراوترات بس، الراوتنج تيبل ده اعتبره كده هو الخريطة اللي الجهاز بيستخدمها عشان يعمل فورورد للباكت. فطالما الجهاز ده بيسبورت الاي بي لازم يكون عنده راوتنج تيبل. يعني ايه هيعمل بيه ايه؟ الجهاز بتاعك ده مكنة عادية ولا لا؟ ده سيرفر عادي ولا لا؟ عايز السيرفر العادي ده بيستقبل باكت وبيخرج باكت. طالما بيستقبل باكت وبيخرج باكت لازم هيكون عنده راوتنج تيبل. لازم هيكون عنده راوتنج تيبل. يعني معنى كده لو عندك تلفزيون في البيت سمارت تي في وبتخش منه يوتيوب، التلفزيون ده هيكون عنده راوتنج تيبل. لو التكييف بتاعك شغال اي بي وبتعمل له مونيتور، التكييف نفسه هيكون عنده راوتنج تيبل. لو الراوتر
لو مش الراوتر، الراوتر كده كده هيكون عنده راوتنج تيبل، السويتش هيكون عنده راوتنج تيبل بما فيهم اللير 2 سويتشز. خلي بالك في فرق بين ان عنده راوتنج تيبل وانه بيعمل باكيت فورورد. خليك فاكر الحكايه دي، في فرق بين الباكيت فورورد وفي فرق بين ان عنده راوتنج تيبل. يعني ايه باكيت فورورد؟ بص كده بكل بساطه، الموضوع ملخبط شويه، ملعبك شويه عند معظم الناس. ليه يا عم؟ الباكيت فورورد ده معناها ان في عندك جهاز ما الباكيت بتيجي من الانترفيس اللي ناحيه الشمال تطلع من الانترفيس اللي ناحيه اليمين، ده كده اسمه باكيت فورورد، ده بيفورورد للباكيت. ساعتها الحاله دي بقى شغال كايه؟ كراوتر. لكن جهاز عادي والجهاز ده كده واصل بكابل طالع لمكان ما، الله اعلم، ممكن يكون طالع للانترنت، ممكن يكون رايح لسويتش، طالما في انترفيس كده فلازم يكون عنده خريطه تقول له ابعت الباكت في الاتجاه ده، ولا تبعتها في انهي اتجاه. ما يمكن يكون عنده انترفيس تاني والانترفيس التاني ده واصل بشبكه داخليه. طب هو لازم يعرف هو هيبعت الباكت في الاتجاه ده ولا هيبعتها في الاتجاه ده، فلازم يكون عنده راوتنج تيبل. خلي بالك هنا الراوتنج مش انيبلد او الباكت فوروردنج مش انيبل. ليه؟ لان لو باكت جت من الانترفيس ده باي ديفولت مش هيعديها للانترفيس ده، فهو في الحاله دي مش شغال كراوتر، ده هو هوست عادي. خلاص كده؟ يبقى السويتش عامله كانه بي سي بالظبط. ادا عندك سويتش اهو، هل السويتش ده هيكون عنده راوتنج تيبل؟ ها ما السويتش ده عشان يطلع وعايز يروح لجيت واي معينه حتى لو هو لير 2 سويتش، ها حتى لو هو نفسه كلير 2 سويتش مش لير 3 بقى، هو لير 2 سويتش، ما السويتش ده انت عشان تعمل له مانج من شبكه تانية خالص، وده البي سي بتاعك اهو عايز تكونكت على السويتش ده، ما السويتش ده لازم يعرف هو هيبعت الترافيك منين. ايوه الله يفتح عليك، يا سلام عليك يا مهاب. الباكت فورورد معناها بتانيبل ان الباكت تيجي من انترفيس تروح لانترفيس تاني. خلاص كده؟ بس مفيش اي اختلاف. كل الاجهزه اللي في الدنيا اي جهاز ايا كان طالما هو اي بي بيزد لازم يكون عنده راوتنج تيبل. يعني بص لي عندي كده، ادي مكنه ويندوز اهي يا عم، لو جيت اقول له كده اي بي كونفج، هل ويندوز عنده راوتنج تيبل؟ انا عندي اي بي ادريسنج اهو، معنى كده المكنه بتاعتي بتسبورت الاي بي. طب بص لي بقى هنا كده، لو جيت اقول له كده راوت برنت، هل انا عندي راوتنج تيبل للمكنه اللي اسمها ويندوز دي؟ اهو بص كده ادي راوتنج تيبل. لا 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 مالكش دعوه بنتستاد دلوقتي، ما تلبخش او تدخل الدنيا في بعضها، خلينا في حالنا دلوقتي. اهو ادي المكنه الويندوز اهي عندها راوتنج تيبل، قال لك ادي الديستنيشن وادي النتورك اللي عايز يوصل لها وادي النت ماسك بتاعتها والجيت واي اهو، وهتطلع من انهي انترفيس، وهتطلع بحاجه اسمها مترك. معلم من المترك دي دلوقتي خليها اركنها على جنب. شايف؟ يبقى كل مكنه في الدنيا لازم يكون عندها خريطه تقول لها لو راح للشبكه الفلانيه هتطلعي من الانترفيس الفلاني، وممكن يكون كمان عندها معلومة إضافية لو هتبعتي باكت على الشبكة دي ابعتيها للجيت واي الفلانية. خلاص كده؟ ماشي؟ طيب كلام جميل حلو جدا ماشي. نرجع بقى، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ يبقى ما تخلطش بين الباكت فورورد وبين الراوتنج تيبل، دي نصيحه بس، ما تحاولش تخلط بين الاثنين. طيب الناس بتوع سيسكو او الناس بتوع الشبكات اول ما بيسمع كلمه راوتنج تيبل بالنسبه له، ها اوتوماتيك بيفكر في مين؟ في الراوتر.
اول ما بيلاقي الكلمه دي في وشه كده اوتوماتيك بيفهم ان في راوتر من غير حتى ما يفكر اساسا. هو الى حد ما عنده حق، على حكم او باعتبار ان السويتشات اللير 2 مثلا مش بتقدر تعمل باكت فورورد. خلي بالك اللير 2 سويتشز بتعمل فريم فورورد، بتعمل فورورد للفريمز بيزد على الماك ادريسز فقط، خلاص كده. لكن ما زال الديفايس نفسها عشان تعمل لها مانجمنت، لازم هيكون عندها راوتينج تيبل داخلي خاص بيها هي، مش هيراود الترافيك بين شبكات مختلفه او بين انترفيسز مختلفه. خلي بالك لازم تكون فاهم الفرق جدا ما بين الباكت وما بين الفريم. الباكت معناها لير 3 يعني اي بي بيزد، انما الفريم دي لير 2، دي مستخدمه بتستخدم الماك كسورس وكديستنيشن ادرس. ها خليك فاكر الفرق، في فرق كبير جدا بين الاي بي بيز وبين الفريم بيزد او الباكت بيزد وما بين الفريم بيزد، ما تخلطش بين الاثنين، خلاص كده وضحت. طيب كلام جميل، نرجع تاني بقى لموضوعنا. يبقى انا كده الحمد لله قدرت اتاكد ان كان في مشكله، هل المشكله فيزيكال ولا لا، الكارت نفسه متعرف ولا لا، طب الاي بي ادرس بتاعي مظبوط ولا لا، خلاص. طبعا مش عايز اقول لك لما تيجي تتاكد من الاي بي كمان اتاكد ان الاي بي نفسه مظبوط ولا لا، يعني ده اي بي 192.168 101، ممكن تلاقي واحد عمله بدل 101 خلاه 110، فراح حاطط الجهاز في صابن الثانيه خالص، فطبعا دي حاجه من الحاجات الخزوقيه وانت شغال، ان واحد جه يحط الاي بي حط كل حاجه مظبوطه بس راح حاطط الصابنت نفسها اللي فيها الاي بي غلط، مش الصابنت ماسك، لا الصابنت اللي هو الـ الشبكه اللي هو فيها، بدل 101 خلاها 110. دي من الاخطاء الشائعه جدا يعني. طيب كلام جميل الحمد لله. طيب فاضل لنا حاجه كمان لازم نعرفها، اللي هي ايه. بص لي كده، انا دلوقتي عندي اي بي اي اف كونفج، عندي اي بي والدنيا تمام التمام قوي زي الفل، هل اقدر ابنج على الراجل اللي جنبي اللي هو 192.168.101.106 ده؟ انا ببنج عليه. طب انا ممكن ابنج على الجيت واي، الجيت واي بتاعتي كانت 2، الجيت واي شغاله زي الفل، طب ينفع ابنج على الياهو؟ ممكن ابنج على الياهو، بنج لي كده على الياهو، قال لا مش قادر يلاقي الياهو، لا مش قادر يبنج على الياهو. هو انا قلت لك امبارح عمليه الريزولفنج دي بتتم عن طريق ايه؟ عمليه الريزولفنج دي بتتم عن طريق مين؟ عن طريق الياهو صح؟ ايوه مظبوط صح، اسف، بتتم عن طريق الدي ان اس مش عن طريق الياهو، او الدي ان اس باننا كنا بنستخدم الدي ان اس بتاع جوجل وبتاع ياهو، فعلى طول بتتم عن طريق ياهو او عن طريق جوجل، لكن مش شرط تكون الدي ان اس اللي انت بتستخدمه بتاع ياهو او جوجل، خلاص. يعني لو حد فيكم في ناس اصلا شايفها لحد النهارده، او معظم الناس النهارده بقى عندها لوكال دي ان اس في الشركات، بيكون عندها لوكال دي ان اس سيرفر، والدي ان اس ده اوتوماتيك بيروح يعمل ايه، بيعمل ريزولفنج. هناخد عمليه الريزولفنج دي كمان، وهناخد دي ان اس كله ان شاء الله في التراك الثالث، من اي اس بي موجود بره او من دي ان اس نفسه بتاع جوجل اساسا، او من اوبن دي ان اس او ايا كان يعني، او حتى بيروح للروت سيرفرز يعمل ريزولف منهم، لكن في الاخر لازم يكون عندك دي ان اس كونفيجرد، بغض النظر بقى انت بتستخدم الدي ان اس بتاع مين، مش فارق معايا يعني بتستخدم بتاع جوجل ولا بتاع تي اي داتا ولا بتاع لينك ولا مين بالظبط، ماشي. بما انك تسال السؤال، يعني ينفع البي سي بتاعك يشغل او اس بي اف ويشغل ريب ويشغل اي اي جي ار بي؟ ايوه مظبوط 100%، ينفع يشغل حاجه زي كده، خلاص. لو انت ربنا كرمك كده واشتغلت لينكس، وكنت بتعمل راوتنج، وكنت تعمل راوتنج ما بين مكان لينكس وما بين مكان سيسكو، او عندك مكنه في الشغل او سيرفر انت مشغله كراوتر، كان عندنا باكج كده بنشغلها اسمها زبرا،
زبرا دي كان بتسمح لي ان انا اشغل الريب والاو اس بي اف عندنا كمان. وكنت انا شغلت زبرا دي او شغلت مكنه لينكس قبل كده، مش مكنه واحده، كان من 3 4 مكنات، وشغلتهم كراوترات وبيعملوا باكت فوروردنج والدنيا تمام التمام على بي سي عادي او مكنه عاديه كانت شغاله لينكس بكانت برامات 256 ميجا رام كمان، وكانت زي الحلاوه. اه والله يا عم في ايه؟ خلاص. وزبرا دي كانت عباره عن جزء من الباكج اللي اسمها كواجا، لو عايز الاسم بتاع الباكج تحديدا، كواجا ده المشروع. خلاص كده ما علينا يعني. انت ممكن ترن على البي سي العادي، ممكن ترن الريب، ممكن ترن الاو اس بي اف، ممكن ترن البي جي بي. الاي اي جي ار بي ده بروتوكول خاص بسيسكو فقط لا غير، وسيسكو عملت له ريليز في اواخر 2014 تقريبا، بقى زي شبه اوبن ستاندرد كده يعني. اتفقت مع الاي تيف ان هو ايه، ها، يبقى عند اي حد، يعني اي حد عايز يعمله امبلمنتيشن ياخده مفيش مشاكل. والله ما اعرف ما بيستخدموها ولا لا، اكيد انا مش عارف كل الشبكات اللي في الدنيا شغاله ايه يعني. طيب مش كل الكوميونيكيشن نتوركس، لا. طيب اللي بعد كده ايه يا سيدي، ايه تاني في السيناريوهات اللي بتقابلك وانت شغال؟ يبقى دلوقتي انا دلوقتي عندي الاي بي ادرس مظبوط، خلاص. ما اعرفش والله ان هو براند اصلا، ما تتوقعش ان انا عارف كل البراندز اللي موجوده في الدنيا برضو يعني، مفيش حد كده يعني. طيب دلوقتي اتاكدت ان عندك اي بي، عندك انترفيس اب، الاي بي بتاعه مظبوط تمام، النت ماسك بتاعته مظبوطه. بس بص كده، جيت اعمل الاول قبل ما تحاول تشوف عمليه الريزولفينج، لازم تتاكد ان الجهاز بتاعك هيقدر يوصل لمين، ها، للديستنيشن اللي انت عايز تروح لها دي. يعني ايه بقى؟ تعالى كده نمسك القلم تاني، بص لي كده، بص كده يا وحش، في عندك هنا خازوق حلو قوي بيحصل في الشبكه اللي هي ايه. بص عندك سويتش هنا، السويتش ده واصل بيه سيرفر، السويتش ده واصل بسويتش كمان، عندك هنا المعلم ده واصل بيه راوتر واحد بيه طالع للانترنت. خلاص كده، والمعلم ده واصل بيه راوتر تاني كده، ده رايح عندك لسويتش كمان تاني في الشركة، والسويتش التاني ده واصل لك هنا بلوكال ويب سيرفر في الشركة، ومين كمان؟ ولوكال وليكن اف تي بي سيرفر في الشركه. انت جهازك اهو، او عندك سيرفر تاني انت ركبته هنا، السيرفر ده عايز تبعت باكت للانترنت، عايز تبعت باكت للانترنت، خلاص. ايه اللي هيعرف السيرفر ده ان هو ياخد الاتجاه ده؟ يعني يطلع عن طريق الراوتر ده من الاخر، يعني يجي هنا كده ويروح طالع كده. ليه الباكت مش هتطلع كده؟ هو المفروض ان ده الطريق الصح، بس ما تعتقدش ان الجهاز بتاعك ده ساحر، يعني الجهاز ده كده مش هيسحر كده، مش ذكي قوي للدرجه دي عشان يطلع لده على طول. ما هو اصلا لحد هنا كده هو ما يعرفش ايه اللي ورا هنا، هل في هنا حاجه ولا في هنا حاجه، هو ما يعرفش. طب هو يطلع في الاتجاه ده ولا هيعمل ايه بالظبط، هو ما يعرفش برضه. لازم تقول له كده بشكل اكسبليسيت، ها، لازم تقول له بشكل اكسبليسيت ايه، ها، لو عايز تطلع للانترنت خد الاتجاه ده، ولو عايز تروح للسبنت دي، السبنت دي مثلا وليكن هي 10 0 0 سلاش 24، لو عايز تروح للسبنت دي روح للانترفيس بتاع الراوتر ده. يبقى انت لازم بشكل اكسبليسيت تقول له، ها، ايه الراوت بتاعك.
لازم تروت المكنه دي كده وتقول لها انت لو عايزه تروحي لاي مكان في الدنيا روحي لهنا، لكن لو عايزه بس تروحي للشبكه دي روحي للاتجاه ده. يبقى ما تتوقعش ان المكنه بتاعتك ها بتسحر، لازم تقول لها بشكل اكسبليسيت الكلام ده. وضحت الحكايه دي؟ ها مفهومه الحته دي ولا ايه؟ في حالتي انا دلوقتي لو جيت تعمل كده راوت داش ان، ها هل في عندي جيت واي انا بستخدمها عشان اطلع الانترنت؟ يعني انا لو جيت اعمل كده بنج كده على اربع تمانيات، ده الاي بي بتاع جوجل، بص كده قال لك النتورك ان ريتشابل، لاني ما قلتلوش لو حبيت تطلع الاربع تمانيات هتاخد انهي طريق. هو ما يعرفش بس الا عن الشبكتين دول، والشبكه دي هيطلعها عن طريق مين؟ ها انهي انترفيس؟ الانترفيس ده صح، والشبكه دي هيطلعها عن طريق الانترفيس اللي هو مين؟ الفيرشوال بريدج ده. طب هل هو يعرف عن اربع تمانيات دلوقتي؟ ده ما يعرفش، ده ما يعرفش اي حاجه عن اربع تمانيات. فانت لازم تقول له لو حبيت توصل لاربع تمانيات توصل ازاي. فانت ممكن تقول له كده راوت وراوت ده، انت كنت تقول له كده راوت اد، عايز اضيف راوت للهوست ده ميتين خمسة وخمسين عن طريق ها 192 الجيت واي 192 168 دوت كام دوت 101 دوت 2. في عندنا غلطة هنا، فين الغلطة يا سيدي؟ فين فين فين؟ بيقول لك نت ماسك doesn't make sense with host route. ماشي، مان كده راوت وروح كده الاد اد نيو نتورك اهون، راوت اد بيضيف لك نيو نتورك. طيب السنتاكس بتاعه بيتكتب ازاي؟ راوت اد وبعد كده اديله نتورك او الهوست، بعد كده التارجت بتاعك النت ماسك بتديهوله، بعد كده الجيت واي، بعد كده المتريك، ننزل تحت كده برضه مش شغال. طب ارجع تاني، يا عم مش عارفين نشغله. نعم 0.0.0.0 يا راجل تفتكر طب انا مش عارف اكتب الامر. ها انت جيت لي الحتتين دلوقتي، الحتتين انا برشقك فيهم دلوقتي واحنا شغالين. هم ايه الحتتين اللي انا برشقك فيهم؟ الحته الاولانيه الديفولت جيت واي، الحته الثانيه انا عايز اتعلم اكتب من المان، انا عايز اتعلم اساعد نفسي بنفسي. تاني الحته الاولانيه دلوقتي اللي احنا رشقنا فيها،
اللي هي مين؟ الاولانيه الديفولت جيت واي، ودي اللي انا هاخدها دلوقتي. الحته التانيه المان، يبقى تعالى كده نضيف ده كده للتو دو ليست بتاعتنا. تعالى نفتح يا عم كده النوت باد، سلام، وتعالى نضيف هنا كده مين يا عم؟ المان. اهو كلام جميل جدا، حلو. طيب بالمناسبة انت ممكن تستخدم امرين في العملية دي، الامر اللي اسمه راوت والامر التاني اللي اسمه اي بي راوت. الاتنين موجودين، الاتنين شغالين، خلاص كده. اي بي راوت كده تعال افتحه داش داش هلب اي بي مان كده اي بي، وضيف لي هنا كده الله. طب اضيفه ازاي ده؟ بص لي كده لو انت جيت قلت له اي بي راوت من غير اي حاجه. بص لي كده لو انت جيت قلت له اي بي راوت من غير اي حاجه. طب بص ايه يا عم العذاب ده؟ طب اي بي راوت كده، اي بي راوت او اي بي داش داش هيلب اساسا، او حتى مان اي بي. انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم اقرا الكلام ده واستخدمه. عمال تقول لي بقالك كام يوم المان المان المان. طيب حلو جدا، ممكن اقول له كده اي بي راوت 48 اهون سلاش 32 اي بي راوت هيلب. طب اي بي راوت اد زي ما هو قايل لك، ها هاد مين يا عم؟ اي بي راوت اد وبعد كده الراوت. الله ايه ده؟ ايه الكلام الخزعبلي اللي مكتوب ده؟ انا عايز اترجم الكلام ده، عايز اترجم الكلام ده، عايز افهم الكلام ده. ها يبقى وانت كسيستم ادمن الخازوق اللي انت لازم تكون عارفه ان انت تقدر تترجم الكلام من المان بيجز والهيلب عشان تعرف تستخدمه. دي سكيل لازم تتقنها، مفيش كلام، مفيش نقاش عليها، دي سكيل لازم تتقنها، خلاص كده ماشي. طيب كلام جميل. اي بي راوت اد خليه لي 48 سلاش 32 عن طريق في حاجة اسمها فايا. طيب 192 168 دوت 100 101 دوت 2. طيب تعالى لي كده راوت داش ان، بص لي راوت داش ان، قال لي لو حبيت اطلع دلوقتي للديستنيشن ده هستخدم الجيت واي دي. طب تعالى كده حاول اعمل بينج كده، بينج 4 8. انا حلتها لك بس بقى بي بينج على 4 8، بي بينج على 4 8. انا حلتها لك بس عشان ايه؟ ما ضيعلكش وقتك. بس اللي انا لزقتك فيه دلوقتي تساؤل تاني لازم تحطه في دماغك، ازاي اكون سيستم ادمن واساعد نفسي بنفسي؟ خلاص انا بحاول الزق لك خوازيق كده، يمكن ربنا يكرمك وتحطها في دماغك ازاي، او تحطها في دماغك انا لازم اعمل حاجه زي كده، او لازم اكون متقن لحاجه زي كده. بس ما علينا، المهم عامه يعني لو انت عايز تضيف راوت ممكن تستخدم اي بي راوت وتقول له انت عايز تراوت لمين بالظبط، وتدي له السبنت ماسك بتاعته وتقول له هتطلع عن طريق انهي جيت واي اهو اللي في المثال بتاعي. قلت له لو عايز تروح لجوجل اللي موجود هنا اطلع عن طريق الانترفيس ده بتاع الراوتر ده، خلاص كده. طيب بس دلوقتي لو انت جيت قلت له كده بينج على 8844 هل يعرف عنه حاجة؟ بص الراوتنج تيبل بتاعي، هل يعرف حاجة عن 8844؟ لا، ده بص ده هو ما يعرفش الا عن الشبكة دي والشبكة دي وعن الهوست ده بس. طب ينفع اقول له
راح فين راح فين. هنا ينفع اقول له لو عايز تروح لاي مكان اطلع في الاتجاه ده، ينفع؟ ها انا عايز اقول له لو رحت لاي مكان في الدنيا خد الاتجاه ده معاك. تعال ننظف الدنيا دي كده شوية اهو. عايز اقول له لو كتبت لك اي اي بي باي ديفولت خد الطريق ده، خد الممر ده. ها ينفع؟ ايوه. لو قلت له خد الممر ده كممر رئيسي ليك، معناها ان انت بس حاجه اسمها الديفولت جيت واي. انت كده بتحط الديفولت جيت واي اللي هو الطريق اللي هياخده لو انت مش محدد له اي طريق تاني. لو انت مش محدد له اي طريق تاني خلاص كده. طيب كلام جميل. ومن اسمه اصلا اسمه الديفولت معناها ايه؟ من بكل بساطة، ها الحاجة الأساسية بالنسبة لك. خلاص عايز بس أقول لك على معلومة صغيرة. لو أنت كان عندك أو بلاش قبل ما نعملها، قبل ما نعملها تعال نطبق الكلام ده، تعال نطبق الكلام ده. الأول راوت كده داش إن، ممكن أقول له كده أي بي راوت، أعمل ديليت كده يا عم. لمين يا عم؟ للإنتري اللي فيها 8848 دي سلاش 32 فايا 192 168 101 دوت 104 ولا 102. نو ساتش بروسيس، كفايه قوي عليها كده يعني. خلاص كانت 101 دوت 2، تعال نضيفها كده تاني. انا استغربت جدا يعني لما تحب تعمل لها ديليت 101 اديله اي. اشتغلت مفيش مشاكل، شغاله شغاله. ارجع لي كده راوت تاني اتشال اهو من الراوتنج تيبل بتاعي، اتشال من الراوتنج تيبل. انا عايز اقول له خد ممر الرئيسي بتاعك، بفترض ان هو ده الطبيعي اللي هتطلع له اساسا. كنت اقول له كده راوت اد ديفولت جيت واي 192 168 101 2. يبقى في اتنين يوتيليتي اشتغلنا معاهم النهارده، اي بي راوت وراوت، الاثنين بيعملوا نفس الحاجة. الاثنين بيعملوا مانيبيوليت لمين؟ ها؟ للراوتنج تيبل بتاعك. الاثنين بيتعاملوا مع الراوتنج تيبل بتاعك، بس برضه حط في دماغك ما زلت لازم أعرف إزاي أقرأ ها المان وإزاي أتعلم الهلب. لازم لازم. دي حاجة أساسية عندنا. طيب كلام جميل. بص لي كده دلوقتي بقى عندي ديفولت روت الديستنيشن أربع أصفار. أربع أصفار معناها إيه؟ قلت لك قبل كده معناها اي حاجه، اي حاجه في الدنيا، والنت ماسك بتاعتها اي حاجه برضه. يبقى لو رايح لاي حاجه لاي مكان باي نت ماسك اطلع عن طريق انهي انترفيس، الانترفيس ده مستخدما انهي جيت واي، انهي راوتر. اهو الراوتر اللي عندي ده. طيب بص كده جيت اقول له دلوقتي بينج كده الاربع تمانيات دلوقتي شغال. طب بينج كده ال 8 8 4 4 شغال برضو. الله ده كله بقى تمام اهو يا عم، ده كله بقى تمام وشغال اهو. ايوه الحمد لله كله اشتغل، لان الراوتنج تيبل بتاعك دلوقتي بقى ايه؟ ها بقى مظبوط، او الجهاز بتاعك عارف لما يجي يبعت الباكت يبعتها لمين. طيب في بس حاجة لازم انبهك عليها قبل اي حاجة خالص، ان لو الراوتنج تيبل كان بيقول له خد الممر ده كده كديفولت راوت، وعندك هنا شبكة 10، ها هل ينفع اقول له روح للشبكة 10 دي عن طريق الانترفيس ده؟ ينفع؟ او عن طريق الراوتر ده؟ ايوه ينفع برضو. طب دلوقتي يعني انا ممكن اجي هنا كده واقول له مثلا اي بي راوت مثلا يا سيدي ل 10 0 0 0 اي بي راوت اد 10 0 0 0 سلاش وليكن 24
عن طريق 192.168.102.101 دوت 2 اهو. بص لي كده، بلاش 2. تعالى كده اي بي راوت ديل، خليها 106. اي بي راوت المفروض تبقى اي بي راوت اد، انا بضيفه اهو اهو ماشي كده. لو جيت اقول له كده راوت داش ان، بص كده يا معلم عندك ايه اللي حصل. ها بص لي كده، كده بقى عندك في 2 راوتس. واحد الديفولت بتاعك هيطلع عن طريق مين؟ ها 102، والتاني للشبكة 10 هيطلع عن طريق مين؟ 106. طب دلوقتي اللوجيك اللي هيحصل ايه؟ اللوجيك اللي هيحصل كالآتي، اللوجيك اللي هيحصل كالآتي. بص لي كده، الراجل ده في باكت خارجه من المكنه دي، في باكت خارجه من المكنه دي، ها ماشي كده. هيروح الكرنل بتاعك باصص على الديستنيشن بتاعها. لو الديستنيشن في اي حاجه بتبدا ب 10 0 0 0 هيروح باعتها لمين الاول؟ باعتها للمكنه الاي بي بتاعها 106 ده. طب لو الديستنيشن بتاعها اي حاجه تانية، ها هيبعتها لمين؟ هيبعتها في الاتجاه ده. وصلت؟ يبقى ده اللوجيك اللي هيشتغل بيه. يبقى اللوجيك اللي هيشتغل بيه بقى واضح جدا. لو انت حددت له سبيسيفيك راوت، هيستخدم السبيسيفيك راوت ده عشان يطلع الديستنيشن اللي انت كنت قايل له عليها عن طريق جيت واي معينه. لو انت كنت مديله ديفولت جيت واي، لو اديت له اي مكان تاني، اي اتجاه تاني، ايه اللي هيحصل؟ ها ايه اللي هيحصل؟ هيبعت الترافيك فين؟ عن طريق الديفولت روت. طالما ما انت ما قلتلوش او ما حددتلوش بشكل سبيسيفيك انت عايز تبعتها لاي راوتر اهو. وصلت؟ واضحه الحته دي ولا لا؟ واضحه ولا ايه؟ تاني اهو، انا عندي دلوقتي في الراوتنج تيبل بتاعي بتاع المكنه دي عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه انا عندي ديفولت جيت واي. الديفولت جيت واي اي باكت راحه في الدنيا بيبعتها لها، وعندي سبيسيفيك ديستنيشن 10 0 0. طيب دلوقتي اللوجيك بتاع الباكت هيبقى ازاي؟ قال لك بص، الكيرنل بتاعك والباكت خارجه من الكارت. لو الباكت الديستنيشن بتاعها الديستنيشن ادرس اللي موجود في الباكت ده رايح لاي حاجه في الشبكه 10، هيروح باعتها لمين؟ هيبعتها ل 106 اللي انا كنت محدده له. طالما كنت محدده هيعمل فورورد للباكت دي انا عن طريق مين؟ ها عن طريق 106. طيب لو حب يروح اي مكان تاني، ها هيطلع بقى فين؟ هيروح طالع عن طريق الديفولت جيت واي بتاعته. يبقى الديفولت جيت واي هي الممر النهائي، اخر حاجه خالص هيستخدمها طالما ما لقاش اي حاجه محدده في الراوتنج تيبل تقول له اطلع من اتجاه تاني. بالظبط عامله زي ايه؟ بالظبط عامله زي ايه؟ انت رايح الشغل الصبح، انت رايح الشغل الصبح خلاص كده. فانت عاده ها الطريق بتاعك، اقول لك على حاجه اديك مثال ليها يا سيدي. فين يا سيدي؟ فين ابسط مثال؟ عايز اديك مثال فيها يفهمها لك.
بص المثال ده كده، بص المثال ده، انا خدمت سنه في الجيش، كنت في الحرس الجمهوري. حلو. النظام كان عندنا هناك كان غريب جدا، ما كانش ينفع تمشي على رجليك جوه الحرس ولا بره الحرس. حرس جمهوري ما ينفعش تمشي على رجليك فيه. امال ايه اللي بيحصل؟ في عربيات بتبع الجيش بتيجي تاخدك، كانت اتوبيسات كده بتيجي توصلك لحد محطة المترو، وانت راجع من الاجازة بيتفقوا على ميعاد محدد، بتقف في المكان ده تستنى بتيجي العربية تاخدك. ماشي كده؟ في مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام؟ طيب كلام جميل. بص المكان اللي كنا بنتفق فيه كان عند محطة كوبري القبة، تحت كوبري القبة بالظبط. وكان الاتفاق بتاعنا كان يبقى يوم الجمعة ما بين 8 و9، ما بين 8 بالليل و9 بالليل، بيجي يبدأ يلم مين؟ بيبدأ يلم الشباب. حلو جدا. فكان الاتجاه الديفولت بتاعنا ان احنا لازم نروح محطة مترو القبة. خلاص؟ ماشي؟ طيب في ايام الاجازات، ايام الاجازات تحديدا في الاعياد، كانت بتبقى الدنيا زحمه موت، الدنيا زحمه موت الموت يعني. فكان بيعمل ايه؟ والله يا عم هو اصلا ما عندوش اتوبيسات كفايه تودي العساكر دي كلها من الحرس الجمهوري من خليفه المامون لحد كوبري القبه وترجع كل شويه رايحه جايه رايحه جايه. انت عندك 60,000 عسكري ولا حاجه مثلا، ولا 50,000 عسكري، نصهم نازل اجازات ولا اكتر من نص كمان، يعمل ايه؟ فكان كنا بن... يعني كان هو بيعمل ايه؟ كان بيروح رميك لأقرب شارع يوصلك للمحطة دي. هو ده نفس اللي حصل بالظبط، هو ده نفس اللي حصل بالظبط. كان عنده تعليمة كده بيقول لك لو انت في العيد، لو انت في العيد الناس نازلة اجازات دي نزلهم، كان بيودينا في شارع كده جانبي، كان اسمه ايه، كان اسم الشارع، حتى والله مش فاكر اسم الشارع. المهم ان هو كان بيرمينا في الشارع الجانبي دول. خلاص كده. طيب في العادي لو مفيش زحمة كان بيروح مودينا لحد فين؟ لحد محطة كوبري القبة، نركب من عندها المترو. وصلت؟ اهو ده نفس المثال بالظبط، ان انا حددت له لو انت في العيد ها روح للشارع اللي في الجنب ده، ولو انت في ايام عادية روح للمحطة. طيب بالمناسبة كمان عايز اقول لك ان في اوقات كان بيوصل العساكر فيها العساكر الجداد، ها كان بيوديهم رمسيس في الاول لما كانوا لسه جايين، وعساكر تانية مش عارف كان بيوديهم لحد فين، كان اسمها ايه؟ انا حتى نسيت اسماء المحطات في مصر، يا دي النيلة السوداء. نسيت اسماء المحطة اساسا، عند محطة عند العاشر كده، عند العاشر، لا يا عم مش في السلوم مش للدرجة دي، حتى كده ما بين عند العاشر كده كان بيوديهم هما كل واحد يركب بقى، اللي راح يركب قطر واللي راح يركب عربية. المهم في الآخر إن هو ده المثال اللي حصل عندي. لو أنا في العيد ها كان بيرميني فين؟ في شارع جانبي، لان انا كنت مديله تعليمات بقول له لو انت هنا في الوقت ده او رايح الاتجاه ده ارمي لي المكان ده، غير كده ودي لي الاتجاه ده، غير كده ده اللي هو الديفولت راوت، غير كده اللي هو الديفولت راوت. وضحت؟ ها ماشي كده؟ حد عنده اي مشكلة؟ يبقى الديفولت راوت هو الطريق اللي هيستخدمه طالما انت مش محدد له رايح فين بالظبط. انما السبيسيفيك راوت، لا السبيسيفيك راوت ده او الستاتيك راوت، ها انت اللي بتحدد له سبيسيفيك ستاتيك راوت كمان، لانه ممكن يكون دايناميك. السبيسيفيك راوت ده انت اللي بتقول له لو عايز تروح في الاتجاه ده روح لمين؟ روح للراوتر ده. حد عنده أي مشكلة كده؟ ها؟ حد عنده أي مشكلة؟ طيب كلام جميل. يبقى الحمد لله، يبقى كده مشكلة الراوتينج اتكلمنا عنها، الأي بي أدرس اتكلمنا عليها، النت ماسك اتكلمنا عليها، الفيزيكال كونكتيفيتي اتكلمنا عليها. طيب ناخد بريك ونرجع نكمل
المواضيع بتاعتنا دي. حد عنده اي مشكلة كده؟ حد عنده اي مشكلة؟ ها طيب ناخد بريك ونرجع نكمل ان شاء الله. بعد البريك تعال نتكلم على موضوع البريدجينج، وممكن نتكلم في النيك تيمينج كمان، ونتكلم في الدي ان اس. ثلاث مواضيع نتكلم عليه، ثلاث مواضيع ان شاء الله نتكلم عليه. تمام.